تحية لكم أينما كنتم مشاهدي قناة فرانس 24 من باريس، وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية، وهذه أبرز عناوينها. مبيعات المنازل القديمة في الولايات المتحدة تحقق ارتفاعا قياسيا أمام انخفاض غير متوقع لمبيعات المنازل الجديدة. والبرلمان اليوناني يناقش اليوم ميزانية الدولة للعام 2010 والتحدي خفض الدين العام البالغ 300 مليار يورو. والإمارات العربية المتحدة تعتزم تكوين مخزون غذائي استراتيجي يغطي احتياجاتها لثلاثة أشهر. طابت أوقاتكم. ارتفعت نسبة مبيعات المنازل القديمة في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير شباط من عام 2007، وبلغت نسبة الارتفاع 7.4%، فيما شهدت مبيعات المنازل الجديدة أكبر انخفاض لها في 7 أشهر بنسبة تجاوزت 11%. الأرقام تؤكد التوقعات. الاقتصاد الأمريكي يتحسن، والمؤشر الأول على ذلك سوق العقارات، فالقطاع الذي تسبب بأزمة مالية هي الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي بدأ بالتحسن. نسبة بيع المنازل القديمة ارتفعت الشهر الماضي بمقدار 7.4%، نسبة هي الأعلى منذ شباط فبراير من العام 2007. تحسن ملحوظ انعكس فورا على بورصة وول ستريت التي شهدت ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي. هذا التحسن في حركة بيع العقارات يعود إلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي سهلت القروض للراغبين بشراء المنازل، لكن هذا النوع من المساعدات سيتوقف في العام 2010، وهو ما يقلق الخبراء. أما التوقعات بشأن معدل النمو للفصل الثالث انخفضت من 2.8% إلى 2.2%، رقم يبقى إيجابيا بعد 4 فصول متتالية سلبية. هذا فيما يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية 10%. باراك أوباما دعا البنوك الصغيرة والكبيرة إلى دعم الشركات لتتمكن من خلق فرص عمل جديدة. يناقش البرلمان اليوناني ميزانية الدولة للعام 2010 في محاولة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، فالدين العام تجاوز 300 مليار يورو، وهو أعلى مستوى في تاريخ اليونان الحديث. قالت مصادر مسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة نقلا عن وزير الاقتصاد إن الدولة تعتزم تكوين مخزون غذائي استراتيجي يغطي احتياجاتها لثلاثة أشهر، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تتماشى مع توجه خليجي عام للاهتمام بالأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية. وعن أهداف المخزون الغذائي الذي تعتزم الإمارات العربية المتحدة تكوينه، يحدثنا من دبي الزميل الإعلامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبد اللطيف بخوش. أتمنى ربما أول شيء هو أن ما كشف عنه وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم هو فقط تأكيد لما كشفته بعض المصادر في أبريل الماضي، يعني في شهر أبريل الماضي، وهو أن الدولة عازمة على تكوين مخزون غذائي قد يمتد من 3 أشهر إلى 6 أشهر في إطار خطة وطنية ربما والشاملة تتمشى مع توجه خارجي عام يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي، وقد يشمل أو يشرك السعودية والكويت وقطر أيضا، يعني عدة دول ستشرك في هذا المشروع، وهذه الدول طبعا تستهدف فعلا دولا معينة من بينها السودان وكمبوديا وأذربيجان لتنفيذ هذه الخطة الاستثمارية الجديدة عن طريق توجه عام خليجي لتأسيس صناديق استثمارية سيساهم فيها القطاع العام والخاص للاستثمار في القطاع الزراعي لتمكين هذه الدول من تحقيق ما يسمى الأمن الغذائي. ونعود إلى موضوع مناقشة البرلمان اليوناني لميزانية الدولة للعام 2010، وينضم إلينا مباشرة من أثينا عبر الأقمار الاصطناعية مراسل فرانس 24 عبد الستار بركات. مساء الخير عبد الستار. مساء النور خالد. نعم عبد الستار، هل يحتدم النقاش داخل قبة البرلمان اليوناني بين المعارضين والمؤيدين لميزانية الدولة؟
نعم خالد، بدأ البرلمان اليوناني يناقش في الميزانية عام 2010 منذ 5 أيام. هناك احتدام كبير بين أحزاب المعارضة والحزب الاشتراكي الحاكم، الكل يرمي الكرة باتجاه الآخر، والاتهامات اتهامات رؤساء الأحزاب للآخرين، حيث الحكومة الاشتراكية الحالية تتهم الحكومة السابقة المحافظة أنها هي التي وصلت البلاد إلى هذه الدرجة، وأنها تسببت في انهيار الاقتصاد اليوناني. ظهر اليوم على السطح هناك الأكاذيب التي وضعتها الحكومة اليونانية عام 2001 وقبل ذلك عن الاقتصاد اليوناني. هناك صراع كامل وصراع كبير بين الأحزاب وبين وزراء الحكومة الحالية، والكل يرى أن الميزانية سوف تناقش وسوف تنتهي منها هذا اليوم. نعم نعم عبد الستار، إذن هذه الميزانية في حال وافق عليها البرلمان، هل هي قادرة على تجنيب الدولة اليونانية الإفلاس وحفظ ماء وجهها أمام جيرانها الأوروبيين؟ بالفعل هي الميزانية اليوم سوف يتم الموافقة عليها، لأن الحزب الحاكم الذي وضعه والذي يقدمه للبرلمان ينال 160 مقعدا في البرلمان، وسوف تنتهي بالموافقة عليها بعد كلمة من رئيس الوزراء اليوناني. الكل يرى أن هذه الميزانية هي مهمة جدا، حيث أنها هي التي سوف تخرج اليونان من الأزمة المالية. هناك مبادئ كثيرة واقتصاديات وقطاعات كثيرة جدا في اليونان تستطيع أن تحمي اليونان من هذه الأزمة وتلقي بها داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن نستطيع أن نقول أن الاقتصاد اليوناني يمثل فقط 3% من الاقتصاد الأوروبي، من اقتصاد الاتحاد الأوروبي. قطاع السياحة، قطاع الملاحة في اليونان، وهناك أثرياء في اليونان لا يتركون اليونان أن تهوي إلى الهوية وأنها تعلن إفلاسها. نعم نعم عبد الستار، ولكن ألا يمكن القول أن حتى تخفيض وكالة الائتمان أو وكالات التصنيف الائتماني تخفيضها لديون اليونان ألا يسيء لسمعتها خاصة داخل الاتحاد الأوروبي؟ أننا نعلم جيدا أن اليونان تسعى إلى ربما الرفع من ميزانيتها داخل الاتحاد الأوروبي، ألا يسيء هذا إلى سمعتها؟ طبعا ما فعل بالأمس يسيء إلى اليونان، حيث تخفيض هذه النسبة كان كلطمة كبيرة جدا للاقتصاد اليوناني وترك أثرا سلبية جديدة، ولكن اليونان تستطيع العام المقبل أنها تنال تمويل من البنك المركزي الأوروبي، وبهذا نستطيع أن نقول أن إن بقي الحال كما هو عليه سوف تستطيع اليونان نعم. أن تأخذ قرض من الاتحاد الأوروبي، ولكن في نفس الوقت اليونان تريد تخفيض 3.6 فقط في المئة العام المقبل من عجز الميزانية لتصبح 9.1 بدل من أن تكون 12.7 حاليا. نعم نعم، شكرا جزيلا لك مراسل فرانس 24 من أثينا عبد الستار بركات. ارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي، مؤشر باريس أغلق على ارتفاع بنسبة 0.3%، 0.8% كانت هي نسبة الارتفاع في مؤشر فوتسي البريطاني و0.2% في مؤشر داكس الألماني. نهاية نشرة الاقتصادية، أخبارنا متواصلة فابقوا معنا، إلى اللقاء.